تتخيل ان حتى ساميسون نفسه النهارده الفرقه كلها كانت فايقه، حتى ساميسون يعني هذا ساميسون جاب كره في العارضه، ده النهارده كله كان فايق، النهارده كله كان رايق. انا كان نفسي الماتش يخلص 6-0 او 7-1، لكن سبحانك يا رب ابو الفتوح مش عارف هي مكتوبه عايزه تيجي 6-1، هي مكتوبه 6-1، هي عايزه تبقى 6-1 علشان نسمع شويه تعليقات، ولكن ما يفرقش، مزاجنا رايق جدا ولا فارق ولا اي حاجه. النهارده الماتش بدا بتفو محترم جدا، دخله جميله جدا، لوحه روعه جدا في المدرجات من جمهور الزمالك، كاتبين لوحه مكتوب عليها في كل المناسبات وتحت اي ظروف، في كل المناسبات وتحت اي ظروف زمالك، وفعلا في كل المناسبات وتحت اي ظروف زمالك ويبقى الزمالك عظيم. وانا كان ليا اعتاب على المهندس الصوت، صوت الجماهير عايزين نسمعه بجد حقيقي، يعني المذيع والله بجد تحفه، كل حاجه جميله، لكن انا عايز اسمع هو 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 هو، يعني دي اجمل. الجماهير يا جماعه كانت ماشيه بتعمل حاجه، والله العظيم كان في عزف في الاستاد. فانا على فكره في ماتشات اهلي وزمالك انا ببقى نفسي دايما اسمع صوت الجماهير، صوتها احلى، واحنا عندنا قله، عدد الجماهير مش كتير، انت ليه بتحرمنا من صوت الجمهور ومواطيه قوي قوي، يعني اللي هو انا لازم اخش جوه التلفزيون ولا جوه شاشه عشان اسمعه؟ يا عم متعني بالجمهور، مش هسمع الصوت ده كل يوم. ويعني وبص بص على اللوحه، الزمالك نفسه مفتوحه، الدنيا رايقه، الدنيا جميله، ادينا فرصتنا، علي صوت الجمهور، روق على حال الجمهور الزملكاوي اللي عانى الفتره اللي فاتت. بص على اللوحه، الزمالك نفسه مفتوحه، عايز اعيط والله، عايز اعيط. الجمله ديت وحشتني، ايوه وحشتني يا زمالك، وحشتنا، وحشنا ان احنا النهارده نسمع ان الجمهور حاسس ان نفس اللعيبه مفتوحه، نفس الزمالك مفتوحه. اخيرا يا زمالك، اخيرا الزمالك بيفوق من الغيبوبه يا جماعه، غيبوبه طويله، غيبوبه يعني غيبوبه تامه، حاله غيبوبه تامه، كفايه طولت قوي، النهارده اخيرا بيفوق، اخيرا يا زمالك، اخيرا بتفرحنا، اخيرا بتروق علينا. بغض النظر اقعدوا اتكلحوا براحتكم، اكتبوا 6-1 6-1، احنا عايشين دلوقتي، اي مشجع زملكاوي مبسوط بالحالة الروعة اللي احنا كنا فيها النهاردة، وان اخيرا الفارس الابيض فاق من الغيبوبة. غيبوبة كان دمها تقيل يا جماعة، غيبوبة دمها تقيل، هو ده نادينا، هو ده نادي الزمالك، هو ده الزمالك اللي احنا عايزينه بنفس اللعيبة. شكرا لأوزوريو، شكرا لكل اللعبة اللي لعبت النهاردة. عمرو السيسي كان حكاية، يعني بجد بجد عمرو السيسي النهاردة كان حكاية جدا. والنهاردة بالفتوح بغض النظر عن الغلطة الأخيرة ديت اللي بسببها نسمع تحفيل شوية وشوية كلاحة كده، إن هو بص كرة غلط لمحمد صبحي، أو الفتوح النهاردة برضو كان رايق. الجزيري كان أسطورة، شيكابالا جون ولا أجمل، أحمد سيد زيزو يعني هو نجم مان أوف ذا ماتش، على الرغم إن هو سجل هدفين ما سجلش ثلاثة زي الجزيري، لكن النهاردة هو كل حاجة، زيزو كان كل حتة في الملعب النهاردة. بجد أنا بحس لأول مرة نادي الزمالك بيرجع، نادي الزمالك بيرجع مره تانية، بحس ان انا بتفرج على النادي اللي انا بحبه، بسمع صوت الجماهير اللي انا بعشقها، اللي برضو برجع اقول تاني اتمنى الاخراج علوا صوت الجماهير، جماهير الاهلي وجماهير الزمالك، علوا صوت الجماهير، ده اللي احنا عايزين نسمعه، صوت المذيع على راسنا من فوق. ولكن لما الجمهور يشعشع في المدرجات وعمال يقول لك هو 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 هو، يا عم اديله فرصته، يا عم اديله فرصته، لايلا لايلا، خليه يشعشع واحنا كمان قاعدين مبسوطين، وتبقى الليله كلها بيضه جميله او حمراء جميله او صفراء جميله ايا كان لون الفرقه. لكن النهارده كنا محتاجين نسمع صوت الجماهير، النهارده استفاقه، اول مره احس ان الزمالك النهارده فاق من غيبوبته فعليا، الزمالك كان بجد حاله نوم عميق، واخيرا من حاله النوم ده بيفتح عينه، الزمالك النهارده بيفتح عينه، الزمالك مره ثانيه بيفتح عينه، الزمالك كانه بيقول يا فتاح يا عليم، هي النهارده فتاح يا عليم بتاعت نادي الزمالك، النهارده الزمالك اخيرا بيتنفس، الزمالك بيرجع يا جماعه، الزمالك بيرجع. وانا بحس الماتشات اللي فاتت قدام المحله ولا قدام اسوان ولا كذا، حتى لو كان الزمالك بيكسب المحله كان ماتش مقبول، لكن قبليه اسوان مش مقبول خالص، كنت اجي اقول لك برده في حاجه اللعبة تقيله، لا النهارده الزمالك رجع، الزمالك النهارده بيتنفس، الزمالك النهارده بيفوق، الزمالك النهارده بيرجع، بيرجع لينا، بيرجع لينا مره تانيه للزملكاويه، بيرجع ان احنا نشجعه تاني، بيرجع ان هو يفرحنا وبسكور. اقعد اتكلح براحتك، بص بقول لك ايه، يوم ليك ويوم عليك، ومش عايز حد ها يقعد يضايقني يا ابني. كل التعليقات ليه كلها 6-1 6-1 بتفكروا يا جماعه؟ جمهور الزمالك اكتبوا 10 الزمالك يا اخوانا، اكتبوا 10 الزمالك. طبعا اخواتي جمهور النادي الاهلي على راسي، بس بلاش كلحه النهارده، انا النهارده مبسوط بناديه، وبلاش لو سمحت بلاش يعني نرخم على بعضينا، سيبونا النهارده نفرح، النهارده ليله كبيره لجمهور الزمالك، والنهارده ليله سعيده، والنهارده مبسوطين، فلو سمحت بلاش كلاحه، مش مستاهله يعني، مش مستاهله، انتوا فرحتوا كتير جدا الفتره اللي فاتت، ما حدش اتكلم ولا حد اتضايق، اكتبوا جمهور الزمالك عاش الزمالك،
ولو سمحتوا جمهور الاهلي يعني خلاص بقى انسوا بقى حوار 6-1 ده يا جماعه بقى، ما تقعدوش رخموا خلاص، النهارده ليلتنا، النهارده ليلتنا. آه على فكره لما بقول كمان هاتوا لنا الاهلي ناو ده هزار، ما تجوش اليومين دول، احنا لسه بنفوق، انا ما قلتش احنا فوقنا، انا بقول لك لسه الزمالك بيقول صباح الخير، الزمالك بيقول ايه الحمد لله على السلامه يا زمالك، الزمالك بيفتح عينه، لسه الزمالك بيستيقظ، لسه بيروق، لسه يعني بيشرب قهوته، الزمالك لسه بيفوق. فاوعوا تيجوا دلوقتي عشان الزمالك حبايبي جمهور الزمالك، والله والله العظيم انتوا على راسي، بحبكم جدا وسعيد انا بشوف تعليقاتكم وانتم على راسي. جمهور الزمالك انا عايز اقول لكم رساله، انا النهارده اكيد الفرحه باينه عليا، انا عمري في حياتي ما اتمنى ان الزمالك يقع، ولا عمري في حياتي اكون انا كسلام علوي اتمنى سقوط الزمالك، عمرها ما تحصل والله العظيم. مش هقول على نفسي ان انا من اكبر مشجعين نادي الزمالك او انا بعشق تراب النادي ده، لكن اكيد من قلب القلب رسول. انا مبسوط النهارده وعايز اقول لجمهور الزمالك افرحوا، وعايز اقول للزمالك رجع، ده اداء فعلا رجع الزمالك، ودي كره الزمالك الحقيقيه، وعايز الجمهور الزمالك يتفائل. انا حاسس ان في استفاقه، حاسس ان الاداء اللي حصل النهارده ده هيرجع الزمالك تاني، وحاسس النهارده انها ليله كويسه لكل جمهور الزمالك. وعايز اوجه رساله للجمهور الجميل الرائع اللي كان موجود النهارده في المدرج، الناس ديت يا جماعه انتوا كلكم على راسي من فوق، اجمل جمهور في الدنيا، انتوا النهارده عملتوا حاجات روعه، النهارده كان صوتكم جميل في المدرجات، النهارده كان ليكم حلوه جدا، كان اصواتكم جميله، وكان نفسي ان المخرج يقفل كل الاصوات ويشغل صوتكم انتوا بس. فتحياتي ليكم وتحياتي لكل شعب جمهور الزمالك العظيم في كل بقاع الارض اللي انا واحد منه، ما حدش ياخد على كلامي لما اكون متعصب، ده حالتي ودي تركيبتي طول عمري، ما احبش الزمالك يبقى وحش، ولا اعرف انافق لما الزمالك يكون وحش بسبب اي سبب من الاسباب، انا مش بعرف انافق. اللي بيحب نادي بيغير عليه، واللي بيحب نادي بيتضايق عشانه، واللي بيحب نادي بيحاول بقدر الامكان يولد فيه طاقات كويسه، ولما يشوف ان النادي بيتحرك بيكون اول واحد في ظهره، وانا في ظهر نادي الزمالك هدني معاه ودن في ظهره لحد ما يرجع، ولكن لا بالنفاق يا جماعه، ولا بالتطبيل، ولا بالكذب، ولا بالكلام ده كله، ولا بالتطاول، ولا بالغلط، ولا ان انا اروح اتعدى لفظيا على حد، ولا ان اغلط في فلاني، ولا اغلط في علاني، الكلام ده عمره في حياته ما هيوصل نادينا لاي حاجه. فانا بقول مره تانية وثالثه ورابعه وعشره مليون مبروك لكل جمهور نادي الزمالك، والجمهور الاهلي بقول لهم كفايه كلاحه، وانسوا بقى حوار 6-1 دوت، ولا النهارده نفرح. تحياتي لحضراتكم ولكل الناس المحترمه في كل مكان، تحياتي لاصدقاء المحترمين الاهلاويه اللي على الصفحه والزملكاويه والناس كلها، وبقول لبيراميدز تعالوا لنا، تعالوا لنا يا بيراميدز بقى، عشان انا لازم بقى اتحمس شويه ونقفل معاكم اللايف، تعالى يا بيراميدز، تعالى يا بيراميدز بقى، عشان انت تحديدا نادي بيراميدز ده تحديدا انا بقى تحديدا عايزه، انا تحديدا عايز النادي ده، لان نادي فضانه، مش هو ده النادي اللي خد مننا سيف الدين، خد مننا سيف فاروق جعفر ويوسف اسامه نبيه، وكل ما نروح نفوت حد يقوم راح واخده مننا، تعال لنا بقى يا بيراميدز بقى، تعال لنا بقى عايزينك في الكلمه، مش انت اللي خرجتنا من كاس كمان، تعال بقى الزمالك فايق واحنا عايزينك في نص النهائي تحديدا، تعال لي خش عليا يا بيراميدز، ارجع لي كده بقى وتعال لي. اتمنى لعيبه الزمالك تكون النهارده بدايه وتكسبوا فريق بيراميدز ده، دي امنيه حياتي، امنيه حياتي بقول لكم من قلبي، تكسبوا فريق بيراميدز ده بسكور، والله العظيم من جوايا هفرح جدا، اكسبوا سكور الفريق ده، الفريق ده مضايقني، الفريق ده مضايق اي حد زملكاوي، اكسبوا الفريق ده سكور، امحوه كرويا بالكوره، اكسبوه 6، اكسبوه 12، اكسبوه 20، امحوه يا جماعه.